السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، أرجل في اللون، بونسوار تو الموند، شير زوتيتور، شير فيسبوك، شير يوتيوب، مرحبا بالجميع. بون فيسبوك ما جو بو با فار دو تيتر ولا ما نعرفش ندير تيتر فيه، مي شير يوتيوب جميع الجزائر في خطر. دونك اليوم الكلمة نتاعكم، لكن ماذا بيا نوضح بعض الأمور كي نقول الجزائر في خطر. Donc, les appels مفتوحين, vous pouvez appeler, on peut discuter. أولا, العملية تاعي, ça s'est bien passé. الحمد لله. في ظروف جيدة, bon. الحمد لله على كل حال, bon. Ça s'est très bien passé. Voilà, donc, chez les chirurgiens, le قاوة. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Et c'est très bien. Voilà. على هادي نوصي كامل الناس اللي عندهم ديابات اكسترا دو فار تري تري اتونسيون. الناس اللي عندها مرض السكري خذوا راي الاطباء اللي ينصحوكم، نفذوا التعاليم تاع الاطباء يعني بكل دقه. لكن طلبوا منكم ريجيم اليمونتير ديروا ريجيم، لكن عطاوكم دواء شربوه، عطاوكم دي كونترول ديروهم، على بالي ربما تكون غاليه في بعض المناطق في الجزائر، بون لا غالب مش لكن سي فولي. انا الاستهتار تاعي كي كنت بلو جون هو اللي خلاني نوصل للوضعيه هذه مع مرض السكري ولي كومبليكاسيون تاعو يعني والتعقيدات ولا التعقيدات نتاعو. بون المهم اون لا ليسونسيال العمليه سي بيان باسي الحمد لله بور لانستون. اي الحمد لله تفاصون بور توجور، يعني نحمد ربي على كل الاوضاع حتى نلقاوه ان شاء الله. Donc ce soir, si vous voulez, mis à part mon état de santé, quel est l'état de santé de la blad, l'odaïa sahiya de l'Algérie. Awalan, je veux dire que tout le chorot d'infijar 88, il y a un adroc. Et c'est un chose qui est dans l'odaïa sahiya. ما لازمش يكون انفجار كي 88، لازم تكون لكان هبة راح تكون هبة تاع جوع يعني تاع قفة، يعني القفة هي الألم اللي يخرج به الشعب لبرا. في الحالة هذه يعني ما يكونوش اعتقالات ولا أمام القاضي، يعني أمام القضاة، مهما كانوا القضاة ما عندوش كيفاش يحكم على واحد خارج يشكي على القدرة الشرائية تاعو. هذا بون هذا سيت اون بارونتيز. ماذا بيا تاني بون جو سي با، لكن عندي الحق مبارك لفتحي غراس ولا لا، مي نقول له مبروك عليك خرجت. اي فوالا ان شاء الله مواصلة الكفاح السياسي، مسيرة سياسية، لأنك تنتمي لحزب يعني عنده عريق في النضال السياسي اللي هو الباكس. فوالا نقول لهم مبروك عليك، مبروك على لافامي تاعك، وإن شاء الله ربي يفك سراح كل المسجونين في قضية الرأي السياسي وفي قضية النضال السياسي مهما كانت التهم اللي عندهم. لكن فوالا ربي إن شاء الله على هذا نقراه بالعربية عجبني، ضحكوا تغيضوا يا المعارضين، الجزائر راهي تستعد للحروب القادمة وانتم تنبحوا على السلطة لينا روان. الله ما نقدر نجاوبك انتيا، الله ما نقدر نجاوبك، جو بريفير تو سوبريمي. اولا قضية المعارضة او المعارضين، وش معناها معارضة؟ أنا نعارض سياسة، أنا نعارض سياسة معينة، ما عليناش لما تكون كاينة سياسة. في الجزائر ما كاينش معارضين، كاين مرتزقة تابعين للترك، تابعين لقطر، وما شاء الله عدوا عندنا اللي صح تابعين للمروك، ما شاء الله يعني حتى من المروك عاد عنده ناس
يرفضوا له القفف. لكن المعارضين الحقيقيين يعتبروا مواجهين ماشي معارضين. لازم نفهموها هذه، لأن المعارضة تكون معارضة لسياسة موضوعة. هل الجزائر حاليا عندها سياسة معينة؟ الإجابة تاعي لا. هل نقدر نعارضوا سياسة ما كانش؟ الإجابة كذلك لا. دونك حنا مواجهين، ماناش مواجهين لتغيير سياسة، لكن لتحرير وطن. الحزب المعارض موش حزب، الحزب المعارض الدور نتاعو انه يقدم برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي اكسترا، ويدخل به الانتخابات وينجح الخطرة هذه ويعقب الموندا تاعو اكسترا اكسترا اكسترا. لكن حنا طالبين الاستقلال. استقلال شكون؟ حنا طالبين حتى الاستقلال نتاع تبون وشنقريحة كاع هاد الناس. علاش راكم قابلين تبقاو صبابط في رجلين الاستعمار؟ العالم قاعد يشوف تحولات خطيرة نقدروا نستغلوها في المصلحة نتاع تحرير الجزائر. علاش راكم باقيين وحابين تبقاو دي بابل صنادل ولا جون سي با كوا في رجلين الاستعمار، وانتم عندكم القدرة على التحرر؟ بيان سور لما هذه عجبتني. سعد محمد وسعيد، اسكو لو اف في سور لي سوسيتي كار بور فار سو كو فو ديت ان فو اون ماشين بوليتيك جو تو كونفيرم ا ما سورتي دو لوبيتال جو لونس كيما نقولوا حنايا لو اف اف في فران دي فورس فيف رينيترا دو سي سوندر باسكو لا سيتواسيون لامبوز. جي ان ابل جي ريبون. الو، السلام عليكم. الحمد لله كفاء ربي يسترك. وعليك الحمد لله سلام صوتك. ميرسي. ربي يشافيك ربي يخليك لينا والجزائريين حقات بزاف بزاف. ربي يعيشك وعلى بالي شكون انت، وانت انسان مجاهد وانسان ثوري. الله يسترك. نعم عندك ميم. الله يبارك الله يبارك ربي يبارك فيك. ربي يعيشك. الله يخليك لينا وبناتك راهي مسحقه بحق. بكيتني كيف نبكي. يا الحاج ما تبكي، دموعك غاليين ما تبكيش، دموعك غاليين ما تبكيش. يا اخويا ربي يعيشك في حياتك ان شاء الله. اللي درتوه، شوف اللي درتوه ثم نكملوه حنا بربي ان شاء الله. ربي يسركم ربي يخليكم ان شاء الله. راهي ليكم بلاد تهلاو فيها برك يا خويا. انا عيان بزاف حسن عليك يا خويا. ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يعطيك الصحه ان شاء الله ويعيشك وتهلا في روحك. ولا وجه ربي، ولا وجه ربي، ولا وجه الرقم تاع احمد بوعكاز برك يا خويا. نبعثه لك والله، نبعثه لك برومي. الله يرضى عليك ويسرك. صحيح دورك نوطيه نيميرو تاع احمد بوعكاز. هاتو ان شاء الله. جو نوطي. ربي يعيشك. ميرسي. كل عام وانت ليله سعيده. بسلام. الله يسلمك. الله يرحمك. ربي يهنيك.